مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتعلمتنا عندكم الاجواء الرمضانية قبل الافطار ودقائق قبل الافطار، يعني كما كتشاهدوا احنا الان في شوارع العاصمة الاقتصادية. مشاهدي قناة شوف تي في احنا الان في الجولة في شوارع العاصمة الاقتصادية، وكيف ما كتشاهدوا معنا هادو هما الاجواء الرمضانية قبل الافطار وقبل الاذان المغرب. يعني الاجواء thank you.
هنا مشاهدي قناة وثنا كنكون وصلنا لنهاية المباشر، نتلقاو إن شاء الله في مباشر آخر وبصحة فطوركم.